شيلو شيلو ايوا يا شفت العقرب شفت العقرب شنو بيخبطوا بالارض يا ويلي يا ويلي العقرب بيخبطوا بالارض ها لا 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 الشيء عم يصير كتير 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 غريب عن جد انا مستغرب هذا الفيديو مثل ما انا مستغرب انتم راح تستغربوا وراح تنصدموا من الشيء اللي راح تشوفوه لانه عن جد قرينا يمكن انهبلت يمكن صابها شيء ما بعرف اغلبنا عنده اسلحه مطوره واغلبنا جاب الاسلحه وطورها كلها ماكس واللي ما مطور الاسلحه ماكس اكيد عنده سلاح مطور ولو واحد ولكن نزل سلاح واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه اسلحه وكان نفس الشيء يعني خلاص تجيب السلاح المطور تطوره ليفل 1 ليفل 2 هيك لليفل 7 وتاخذ الرقصه المميزه فيه واللي تعمل ظلام وتعمل رهبه هيك وتاخذه يعني اغلبنا نطور الأسلحة لمنظرها ولا شكلها ولا رقصتها يعني ما كان أحس أنا يعني أغلبهم ما كان لهم تأثير لأنه كان نازل سلاح مثله يكون له تأثير نفس السلاح المطور ولكن السلاح المطور في له رقصة رهيبة في له حركة في له موديل بين السكواد بين كذا يعني كان له منظر كتير حلو ولكن هالمرة في شيء صار غريب كتير 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 بالشركة وعن جد راح تنصدموا مثل ما أنا مصدوم الفيديو اليوم راح نحصل على الشوتجن الطويل الشوتجن الطويل اللي الشركة اليوم خربتها نظامي فيه عملت له من 8 ليفل يعني صار في ليفل زيادة لأنه في ميزة جديدة كتير وبنفس الوقت صار فيه قدرات خارقة يعني عن جد راح تنصدموا من الشيء اللي راح تشوفوه أول عربي وأول يوتيوبر بسيرفر ميناء حصل على الشوتجن الطويل وراح يطوره ماكس ويجربه وراح تشوفه إذا أنت كنت محترف بالشوتجن الطويل خلاص ما عاد حد يهزمك صلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام ولا تنسى اللايك والاشتراك ويلا تعالوا مع بعض على الفيديو دخلت على اللعبة بشكل عادي مثل كل يوم مع انه بهالايام ما عندي نت ولكن حابب هيك ادخل اشوف شو فيه لقيت قالوا لي الشباب انه نزلت شوتجن وانه نزل جديد هيك فحبيت اشوفه انا ولكن بتفاجأ وقت فت اشوفه لقيت الشوتجن عندي الشركة بعت لي اياه وبعت لي تطويراته معه كاملة فهلا راح نحصل على الشوتجن ونطوره مكس مثل ما انكم شايفين هلا انا عندي ليفل 1 ولكن راح نشوفه بالاسلحة مثل ما انكم شايفين قبل ما ينزل بصير فرمينا قبل ما ينزل هو تقريبا اسعى بده اسبوع ونص لينزل بالضبط يعني لما نحن اتوقع 12 او 13 شهر راح ينزل بحاضنة مثل ما انكم شايفينه ليفل 1 هلا حطيناه تزويد خلينا نحط له العرض بالسكان نشوف منظره هلا هو ليفل 1 ولكن هذا الشوتجن غير كل الاسلحه المطوره هلا راح تشوفوا ليش وراح ما تقولوا لي ليش راح تشوفوا ليش راح افرجيكم عينكم راح نطور ماك ونحصل عليه كامل عن جد شيء رهيب يا اخوان نشوف نحن حصلنا على التومسون وطورناه ماك الار انز 94 القبضه الام 4 الشوتجن البربه كله كان نفس العمليه خلص تطوره لليفل 7 تاخذ الرقصه وتاخذ المظهر وتاخذ ما هذا لا ما هيك لا 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 لا, لا ابدا يا اخوان هذا اول شيء في 8 ليفل ديش 8 ليفل مش 7 ليفل 8 ليفل هذا كتير ميزات فيه عن الاسلحه المطوره الثانيه في ليفل 8 يعني فينك تطوره لتامن ليفل في شيء جديد عاملينه هو تاثيرات القتل وقت بتقتل العدو هي بالليفل 8 يعني انت فينك انت تطوره للليفل 7 وتاخذ الرقصه عادي ولكن هذا صار فيه ليفل 8 اذا حبيت تاخذها ولا ما حبيت تاخذها هلا بنعرف قديش بدها تكلف قديش بده يكلفنا تطويره وكم توكن بده ليتطور هل الشركه بعت لي كل التوكن او اقل ما بنعرف ولكن هذا فيه كتير شغلات هو راح يكون اقوى شوت جيم بالنسبه للقتال وراح يكون اقوى شوت جيم بالنسبه للمنظر واقوى شوت جيم بالنسبه للرقصه فراح تشوفوا اليوم فيديو رهيب بكل معنى الكلمه مثل ما انكم شايفين الان نحن بليفل 1 اول شيء طالبين منا 30 توكن وطورناه وشو راح نحصل على الليفل 1 نحصل على الليفل 1 اعطانا اعلان القتل يعني اعلان قتل وقت بتقتل شخص كيف راح يطلع تاشيره يعني كتابته للناس اللي هو اعلان القتل فقط يعني هلا هيك نحن اعطونا اعلان القتل هلا هو معدل اطلاق واحد اختراق درع واحد سرعه الحركه ناقص واحد ومعدل واعطونا اظهار اختار الاقصاء يعني هذا انه وقت بتقتل واحد راح يطلع اسمك هيك في اللون الاحمر الليفل 3 شو راح يغير علينا هلا شوف هو بالليفل 1 كان في معدل اطلاق واحد واختراق درع واحد ضل على حاله بالليفل 2 نفس الشيء ما تغير شيء يعني بالليفل 2 نفس الشيء ضل ولكن اعطونا اختارات القتل يعني انه وقت بتقتل واحد كيف يطلع هلا بالليفل 3 شو راح يحصل يا اخوان وشو راح نحصل يلا اتوقع مظهر جديد فقط ها مظهر جديد تغير منظر الشوتجن فقط بالليفل 2 للليفل 3 شوفوا تغير منظره فقط متحمس متحمس كتير نوصله للليفل 8 ونشوف ونجربه يعني عن جد انتوا وقت تشوفوه بساحه المعركه راح يتغير نظرتكم تماما للاسلحه المطوره تماما هلا هيك حصلنا على الليفل 3 واللي هو مظهر جديد ونحصل على الليفل 4 واللي هو تاثيرات الضرب يعني انت اذا ضربت العدو ما انه اللي بتظهر من الشوتجن راح تظهر على العدو شوف هذا منظر جديد تاثيرات الضرب يعني وقت تصيبه بجسمه فراح تحصل عليه تطالب منا 120
توكن حصلنا عليها هيك وطورنا للليفل الجديد وتأثيرات القطر حصلنا عليها محتوى جديد. هون شوف هون أخذنا بالليفل 3 منصر جديد. هون أخذنا تأثيرات القطر ومعدل إطلاق 2 صار. أي أهم شيء بالشوتجن الطويل يا إخوان، شوتجن طويل الكره فيه يعني كان بطيء، شوتجن طويل بطيء، ولكن هذا الشوتجن رجع في المعدل إطلاق 2، يعني هذا يرش الضرب رش. هلا بتشوفوا فهيك أنا حصلنا بالليفل 4 على تأثيرات الضرب وعلى معدل إطلاق 2 اختراق درع 1 سرعة الحركة ناقص 1 الحالة. هون بالليفل 5 راح نحصل على طلوع الروح، يعني وقت تقتل العدو كيف بتطلع روحه، وقت بيموت خالص كيف بتطلع روحه، ومنظرها رهيب جد منظرها رهيب. أنا صراحة بحب اللون الأحمر. خلينا نطور الليفل 5 ونشوف. عن جد أنا صراحة بحب اللون الأحمر، صراحة بحب اللون الأحمر كثير. فهيك حصلنا على الليفل 5 على ما أتوقع على تأثيرات إطلاق النار. أوه عليه أخذنا كمان بالليفل 5 بتاخذوا شغلتين، هم تأثيرات القتل شوفوا وقت بيموت شلون بتطلع روحه، بنفس الوقت تأثيرات إطلاق النار يعني المنظر بيطلع من الشوتجن نفسه مش تبع العدو. بالليفل 4 بنحصل إنه وقت بتصيب العدو أو بتصيب الهدف، أما بالليفل 5 أخذنا تأثيرات القتل وقت يموت، تأثيرات القتل وتأثيرات إطلاق النار ومسار الرصاص. شوفوا مسار الرصاص بالجو راح يبين، شوفوا مسار الرصاص والله شيء رهيب. والله شو من حكيت قليل، اقسم بالله مش عم اعظم بالشوتجن ولكن اعظم سلاح ينزل بفري فاير لحد الان. والله العظيم خطوه كتير حلوه وشيء كتير رهيب صراحه بكل معنى الكلمه، شيء كتير رهيب. وعن جد في تقدم بالاسلحه المطوره، يعني كانت الاسلحه المطوره كلها فعليا نفس الشكل ونفس الشيء اللي عم يصير، هالمره صار في تطور كبير كتير كتير كتير. هلا لحد الان شوفوا الليفل 5 اخذين كتير تاثيرات، الليفل 1 ليفل 2 اخذنا اشعارات القتل، ليفل 3 اخذنا مظهر جديد للي ليفل 4 اخذنا تاثيرات الضرب، والليفل 5 اخذنا تاثيرات القتل وتاثيرات اطلاق النار ومسار الرصاص، وهلا الليفل 6 واللي بناخذ فيه مظهر جديد. شوفوا يا الهي المنظر رهيب، المنظر رهيب، ولكن هون طالب منا 400 توكن اتوقع. اي بتوقع بالليفل 7 600 توكن نفس هذاك. واي 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 منظرها مره رهيب يا اخوان. شوفوا هلا هون طالب منا اتوقع هون اخذنا فقط مظهر جديد، مظهرها صار رهيب لا كلام عليه ولا 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 اي نقاش، ما فيني احكي شيء لانه عن جد مصدوم مثلكم. ليفل 7 كمان بطالب 600 توكن، فانا هذا شفته ليفل 7 ناخذ الرقصه الاسطوريه اللي هي فيها، ولكن اللي شفته انا من الليفل 1 للليفل 7 تطويره مثل هذيك الاسلحه بالضبط، حتى ليفل 6 بيطلب منك 400، ليفل 7 يطلب منك 600، وهيك كان يطلب بالاسلحه هذيك. فهلا رح نحصل على الرقصه الاسطوريه. شوف هلا الرقصه بنجربها بس. واي 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 شو هذا يا اخوان، شو هذا والله العظيم شيء رهيب، والله شيء رهيب، تطور كبير اقسم بالله شيء رهيب يا اخي. تاثيرات القتل ومسار الرصاص وكله كامل شيء رهيب يا اخي. هيك حصلنا على ليفل 7 وخلينا نحصل على ليفل 8 واللي هو التطور الجديد اللي صار واللي هو تاثير القتل. الطلقة الأخيرة سمتها اللعبة فعلا الطلقة الأخيرة، فعلا انتهى الكلام في هذا المنظر، انتهى الكلام. شوف انت بتقتل العدو بالطلقة الأخيرة شو راح يصير. آخر ليفل طالب 700 توكن، مش 600 هون طالب 600 هون طالب 700 توكن. فإذا انت كنت تطور السلاح ب 12000 جوهرة فببشرك يا عزيزي المتابع هذا السلاح راح يكلفك 18000 جوهرة، ولكن بالنسبة لي يستاهل اللي ما معه يشحن بعينك الله. أما تخيل يا عزيزي المتابع الطلقة الأخيرة واللي هي طلقة الرحمة عن جد شيء رهيب يا اخي. شوف يا ويلي الصوت ومنظر العدو كيف يموت وكيف تاثير الشوتجن كيف بضربه بالارض، شيء رهيب والله. متحمس كثير لاجربه يا اخي، عن جد متحمس. شوف يا ويلي شيلته شيف على الساكوره شو كيف بيلقم كمان، اعاده تحميل التاثير. اوه شوف اعطونا بالليفل 8 صوت خاص. شوف الطلقه الاخيره كيف يموت وقت بتقتل الطلقه الاخيره، واعاده التحميل وقت تلقم الشوتجن يا ويلي سرعه بالتحميل، بسرعه باعاده التحميل. شوفوا تحميل الشوتجن كان يضل نص ساعه على يحمل الشوتجن طويل. شوفوا ما هو تحميله، شوفوا هذا ليفل 7 عادي. شوف ليفل 7 بين ليفل 7 بالصوت. شو هذا تشغيل وتجهيز المؤثرات الصوتيه العاديه. اوها هناك تخلي صوته طبيعي. شوف هي خليت صوته طبيعي. يا ويلي فيني احط صوت جديد. واي 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 خلينا نحط الرقصه يا اخوان، خلينا نحط الرقصه على السريع. شباب هي راح اخذ شوتجن ونطوره ماكس كمان، يعني فينك تطوره ماكس، نجربه ماكس ونجربه بدون ماكس. تمام شوف الاسم يا رجل. يا ويلي على العقرب. يا ويلي شيء رهيب يا زلمه، والله شيء رهيب. يا ويلي
لازم اخذه بليفل واحد انا. ثاني طاعون هاي ليفل واحد يا اخوان بدون اي تطويرات. هاي يا ويلي العقرب يا ويلي يا ويلي والله شيء رهيب شيء رهيب شيء رهيب نظامي. شيلو شيلو ايوه شفت العقرب شفت العقرب شلون بيخبطوا بالارض يا ويلي يا ويلي العقرب بيخبطوا بالارض. ها ما شفتوا يا اخوان جبنا الشوت جن الطويل وطورناه ماكس فعلا فعلا كانك عم تلعب بشوت جن بربر 6 طلقات قسما بالله شيء رهيب قد من وصف الواحد شيء رهيب. اذا ما جربته اذا ما لعبت وشفت وطورت اقسم بالله ما تحس في المتعه يعني عن جد متعه متعه شيء رهيب. وقت بتقتل الطلقه الاخيره كيف بتخبط العدو كيف بتعطي تاثيرات كيف منظره كيف رقصته كل شيء فيه رهيب عن جد. صار في تطوير كتير 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 حلو بالنسبه للاسلحه المطوره. هيك بكون اول عربي الحمصي يحصل على الشوت جن الطويل M1014 بطورها لليفل ماكس وبجرب لكم اياها. بتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم. انا يوميا بس مباشر على تطبيق التروفو عاملين متجر وتوزيع جواهر ورومات وفعاليات وشحن جواهر للكل. فالروابط بالوصف او بحثوا عن طريق الاسم الحمص إجريكتي. انا بانتظاركم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تكرهوني الله غالب انا معذب القلوب عندي مبدا في الحياه اظل اعيش للممات انه المصاري ابدا ما تشتري محبه الناس. الحمصي كيما توم كروز مضيع عقل البنات شخصيته كيما سلاح كروز أو تيم للممات.